مع سعي العراق الدخول في نظام اقتصادي جديد متعدد البوابات والشراكات الاستراتيجية، يبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بغداد تعزيز التعاون بين البلدين ووضع خطة متكاملة لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان في قمة عمان الثلاثية. زيارة الوفد المصري بحسب مصادر مطلعة ستسفر عن توقيع نحو 12 اتفاقية في مجالات تتميز فيها خبرات مصر، وهي الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار، إضافة إلى الإسكان والزراعة. الشراكة الاستراتيجية التي ترغب بها الحكومة لن تقتصر على مصر، فهي تسعى إلى تأسيس شراكة متينة مع كل من الأردن والسعودية، لكن ذلك لا يمر دون اعتراضات تحالف الفتح النيابي الذي يعترض على منح السعودية موافقة للاستثمار الواسع والطموح في بادية السماوات وذقار، متهما الرياضة بالسعي إلى الحصول على جيب أمني لتعزيز حضورها الاستخباري وإنشاء معسكرات تجنيد حسب وسائل الإعلام المقربة من كتلة الفتح، وهو ما ألمح له رئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بالتهديدات الأمنية، مؤكدا وجود أضرار اقتصادية أخرى ستحصل بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية في بادية السماوة مثلا بسبب نوعية المزروعات التي تريد السعودية استغلال مياه العراق من أجلها. إذن علينا أن نختار. بدورها سجلت كتلة النهج الوطني 6 ملاحظات، منها أن اتفاقية الاستثمار هذه من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، خاصة مع منح بغداد المستثمرين السعوديين معاملة يشترط فيها ألا تقل أفضلية عن الممنوحات لمستثمري دولة أخرى. نحو 20 اتفاقية وقعها العراق مع السعودية، من بينها ربط الطاقة العراقية بالشبكة الخليجية والاستثمار بمشاريع غاز في البصرة وديالى والأنبار، فضلا عن الاستثمار الزراعي في بادية السماوة والصحراء الغربية. توجه بوصلة العراق السياسية والاقتصادية إلى العمق العربي بما بات يعرف بالشام الجديد يجابه ببعض من المواقف السياسية الرافضة له بحجة الإضرار بمصالح البلاد، في حين يشهد الاقتصاد أزمة خانقة تسعى الحكومة معالجتها من خلال عقد شراكات جديدة مع دول الجوار والمنطقة لدعم الاقتصاد المهدد بالانهيار.